القصة ديال اليوم بحال شي قصة من قصص الأفلام، قصة من العيار الثقيل، قصة بخطة جهنمية ديال زوج ديال الناس من دولة عربية اللي غادي يطيحوا فيها أو اللي غادي تكون ضحيتها شابة مغربية في مقتبل العمر، شابة مثقفة وجميلة ومازال صغيرة اللي ما خطوهاش دموعها في كل جملة عودتها ليا من الماضي ديالها الأليم واللي باقي عايشة معاه. خطأ بسيط لأي وحدة فينا تقدر تطيح فيه غادي يخليها أنها تخلص عليه عمرها كله. قصة عامرة بالأحداث ما بين زلات وحماقات وتوبات، حكاية الليلة للعبرة وليست للمتعة، خصوصا إهداء للشابات ديال يومنا هذا. سلام سلام ومرحبا بكم في قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. كدائما وابدا شكرا على دعمكم وشكرا لانكم كتخليوا هذه القناه باش تزيد القدام. كاين واحد النقطه بسيطه منكم بزاف اللي تيقول لي بلي انه بغى يعاود لي القصه ديالو وما عارفينش كيفاش توصلوا معايا. لتحت في صندوق الوصف غادي نخلي لكم الايميل ديالي والانستغرام ديالي وفاش ما بغيتوا صيفطوا ليا واعذروني اذا ما جاوبتكمش ديك الوقيته. وقبل ما نبدا حكايه حلقتنا اليوم عافاكم والله يخليكم، اذا حداكم الدراري الصغار فمن الاحسن هاد المواضيع يبقاو بعاد عليهم. ودابا بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، صاحبه الحلقه اختارت كاسم مستعار لها من الاسماء اللي كتقترحوا امتنان. ودابا لنبدا. امتنان كتقول لي غادي نبدا لك قصتي منين وانا صغيره. كنتمي لواحد العائله محافظه، ثلاثه ديال البنات وولد. الاب ديالنا انسان متدين ومتفتح معنا، ديما عطينا الوقت وكيدي كل وحده فينا القهوه ويجمع معنا وينصحنا. عمر بابا ما كان هذاك الاب المتسلط او المتزمت. اما الام ديالي الله يذكرها بخير فهي العكس تماما ديال بابا، انسانه متدينه ولكن متسلطه، واي حاجه قالتها خصنا نطبقوها بالحرف. وبقوت ما هي كتخاف علينا من الشر ديال الدنيا وزيد عليها هذيك النفس اللي عندها مسيطره على شخصيتها، كانت كتفرض علينا امور اللي هما خاصين وكتدخل في كل تفاصيل واعماق حياتنا. مثلا وانا صغيره تنعقل كانت كتحط لي الحليب وتقول لي ما غاديش تنوضي حتى تساليه، واذا رفضتو كتعطيني قتله ديال العصا. وهكا كبرنا انا وخوتي ديما العصا على اتفه الاشياء. زيد على هذا الشيء انها انسانه نكاره، ملي تنحلو عينينا بصباح وهي كتدوي في كل شيء وكتغوت. المهم كبرت واحد الجولي ومسموم، فبحكم ان الوالد ديالي خدمته بعيده شويه فاش كيجي حتى هو مسكين كان تيعاني من هذه الطبيعه القاسيه ديال الوالده. المهم وحنا غاديين تنكبروا غادي نوصل للكوليج سبعة بالضبط، دوك الايامات الاولى نتاع الدخول المدرسي باقي كنعقل مع 12 فاش خرجت غادي نلقى ماما كتسناني في الدار باش تقول لي من هنا للعشيه نلقاك دايره الحجاب واذا ما درتيش ما كايناش القرايه. وانا مازال صغيره ما مقتنعاش وما باغاش، مازال طفله ماشي حتى بدايه المراهقه. ما حاولتش انها تحطني في موقع اختيار او لشرحات ليا واقتنعت او لحبباتني فيه هو الاول، لا لقيت راسي خصني نطبق داكشي اللي قالت. ومازال عاقله غادي ندير واحد الفولاره في الخضر وانا ما عارفه والو، لبست اللي كان وغادي نمشي للمدرسه. ديك العشيه مازال بقينا في هذاك الجو ديال النكد وما كاينش حس العائله في الاعياد، ديما مضاربين وحتى اذا مشينا في شي تصافيره كتخسرها لنا غير بالغيط على اتفه الامور. وصلت للتاسعة وهنا كنعقل غيكبروا المشاكل ما بين ماما وبابا، وهو في هذه اللحظة غادي يقرر باش انه يمشي من الدار، وهي قررت باش انها ترفع دعوة ديال الطلاق والنفقة والى ما ذلك. في هذاك الوقت كنا تنقراو في مدارس عمومية، ماما غادي تحولنا لمدرسة ديال الفلوس خوفا علينا، خصوصا وانها انسانة ما كترحمناش في القراية، مصرة على اننا نكونوا متفوقين وخاصنا وقت ما دخلت علينا لبيتنا تلقانا كنقراو، واذا كان العكس غادي ناكلو قتلة ديال العصا حتى يخرجوا عينينا. المهم الوالد مشى من الدار والجو تزاد تكهرب ولينا عايشين حياة غير قابلة للتعايش. الدار ولات مرونة ومشقلبة كأن ماما كانت كدير هداك الشي كامله غير على ود بابا. كان عندنا استعمال الزمان عامر بالقراية وإذا جينا للدار ما كنلقاوش تقضية ولا والو، ماما كانت مكتئبة والظلام في ديك الدار. المهم بقينا هكاك كيف قلت لكم ديك الساعه كانت ماما حولتنا لمدارس خصوصيه. درت 15 عام غادي نوصل للسيزيام اولى ثانوي، غادي يولي عندي حلم واحد كنفيق وكنعس به هو انني نخرج من المغرب مهما كلفني الامر، وكنقول بلي خصني ندير
اي حاجه باش نجيب هذاك الباك وندفع على برا، وفين ما مشيت هو هذاك. المهم غير نخرج من هذا الجوصف، دازت عامين سيزيام والباك، وربي بوحدو عارف كيفاش دازو. كانت العائله ديال الوالده كلها مع ماما وضد بابا، وانا عارفه بلي هذا الشيء عادي وكاين في اغلبيه الاسر المغربيه، وبحكم ما كانوش كيفاش يبردوا غديدهم او لا يدوزوا البابا كانوا كيجيو يدوزوا ليا. اش منك يا معيار، اش منك يا نقير، سري يا بنت الداير، يا بنت الفاعل، شوفي باك شنو دار. واحد النهار عمرني ما نساه وانا في العمر ديال دابا، تخيلوا والله العظيم غادي يشدوني في واحد البيت وكيدخل كل واحد يبرد فيا جنونه كاملين، ويخرج ويجي الاخر، وتجي ماما تكمل عليا بواحد السلك نتاع الضو. وكنت ديما كنمشي للمدرسه بوجهي مقموش ولا زرد وحالتي حاله، وبلا ما نقول لكم كيفاش كيشوفوني البنات وكيتنمروا عليا. عمرني نسى ولا بغات تنسى ليا نهار مشيت للمدرسه بوجهي زرق، واحد زوج ديال البنات من قسم اخر كيجيو كيطلعوا عليا في القسم ديالي وكيموتوا عليا بالضحك. وهاد اللقطه ما بقاتش تحيد ليا من دماغي ليومنا هذا. وعدت راسي وقلت غير خصني نهز راسي الفوق باي ثمن باي طريقه، حيتاش ما غاديش نقبل على راسي نبقى هكا. كانت عندي واحد خالتي في دوله اوروبيه وغادي نستغل الفرصه ونبدا ندفع ونتفاهم معها. هي كانت عارفه الطبيعه ديال ماما كيف دايره واش واقع عندنا في الدار، غتقول ليا ماشي مشكل وغادي نعاونك باش ما قديت، المهم ونشوفوا كيفاش نديروا ليها وتجي تكملي قرايتك وتكوني بعدا واكله وشاربه ونعسه عندي، واذا خدمتي راه غادي تخبي داكشي لراسك ولا تعاوني خوتك اذا بغيتي. المهم اتفقنا على هذا الشيء وبقيت فعلا كندفع للجامعات والمدارس، وكل شيء تيسر بطريقه عجيبه وباختصار مفيد. وصلت لديك الدوله الاوروبيه، اول ليله غادي نوصل عند ديك خالتي. تخيلوا هذيك هي اول مره كنحس بها الامان، مازال كنعقل بالليل كنوض من فراشي ونطلع على الزنقه وتنقول لا ما يمكنش، ما متيقاش بلي انني واخيرا تحررت نوعا ما من هذاك الجو المكهرب والعنف اللفظي والعنف الجسدي، تنقول الحمد لله الحمد لله. المهم دخلت الجامعه وبديت كنقرا، دوزت شي شهوره وسط العام ديال القرايه غادي نتناقش مع هاد خالتي، غادي تعيط لماما وتقول لها انا ما بقيتش قادره نتحمل المسؤوليه ديال بنتك وراني جمعت ليها حوايجها وقطعت ليها الطياره وغادي نحطها دابا. كان ديك الساعه شي 3 وكانت قالت ليها راه جوي هذيك 8 غادي توصل. في ديك اللحظه غادي نعيط لماما وبدات كتسولني شنو واقع. قلت ليها راه اختك في الاول عيطات ليا وقالت لي اجي عندي وما غادي خصك حتى شي خير وداك الكلام كله، ولكن فاش جيت الامر الواقع لقيتها بلي انها باغا تستغلني وتضرب عليا تماره بحكم انه عندها دراري صغار وبغاتني باش نحضي ليها ولادها ونسمح في المدرسه ونبقى ندي ونجيب ولادها. ورغم هذا الشيء كله كنت كنديرو، وفاش عييت دابا في الاخير تتقول بلي راني كنتخبى من مورا زوج طويصلات وزوج مخدات. زائد على هذا الشيء والحدث اللي غادي يفرق هذه الرمانه هو انها كتجي عندها واحد صاحبتها، وهاد صاحبتها كنت شفتها ماشي مره ماشي جوج بام عيني بلي انها كتسرق ليها وحتى ليا ما قدرتش نفرشها لحقاش، حيت هذيك السيده لاباس عليها وبا عنده منصب كبير في المغرب، بالنسبه لخالتي راه مستحيل تسرق، وانا اللي كانت كتسبى فيا وكنقول ليها بلي راه ما دارتش وما كتيقش. المهم مع الوقت من بعد غادي تكتشف بلي راه فعلا هذيك اللي كانت كتسرق. المهم ماما بدات كتخوت واش بغيتي تضربي ليا كلشي في الزيرو، وانا كنتقاتل على ودك ونصيفط ليك. المهم غادي نقول ليها عرفتي شنو ماما غادي ندير واحد الحاجه، دوي معاها قولي ليها راه ركبات وها هي رجعات وانا غادي نمشي نقلب فين نسكن ونركز على قرايتي ومريضنا ما عنده باس وانا كنوعدك. بقيت عليها حتى اقتنعات، قالت لي صافي غادي نثق فيك ونعطيك فرصه، وداكشي اللي وقع. بقيت جالسه في المطار واحد ساعتين كنفكر اش غندير اش غندير، وانا بحوايجي وما عنديش فلوس من غير 500 درهم 50 اورو. المهم غادي نعيط لواحد البنت كانت كتقرا معايا وسولتها واش نقدر نجي نبات عندك زعما هاد الويكاند بيد ما انني نمشي نشوف شي سكن جامعي. قالت لي واخا، وسبحان الله لما كيبغي ييسر لك شي حاجه راه ما شاء الله. واحد البنت كانت كتقرا معايا، مع كنت انا دايره الحجاب وحتى هي اول مره غادي تجي لعندي وغادي يبداو كنهضروا، وقلت ليها بلي انا شويه غنمشي
مشي نشوف واحد السكن جامعي واش موقع ليا واش موقع ليا. المهم فتحت ليها قلبي وهي تقول ليا غادي تمشي تشوفي السكن الجامعي وحنا راه عندنا بيت خاوي في الدار. بلاتي انا غادي نعيط لوالي ليا واذا بغاو تمشي معنا وعلى الاقل غير هاد الوقت اللي انتي محتاجه فيه حتى يكمل الشهر بلا ما تبقاي عند ديك البنت الاخرى حيت ما كانش مسلمه. غادي تعيط لوالديها وغادي يقولوا ليها قول ليها تجي دابا 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 سالينا الحصص غادي نمشي وغادي ندخل لعندهم. وعمرني عمرني ما نسى الاستقبال اللي داروا ليا. هما عرب ولكن ماشي مغاربه. مساكن كيفاش رحبوا بيا وكيفاش داروني وحده منهم وعطوني بيت وباه دار ليا تخيلوا لابونمون في التليفون وتكلف ليا بالترونسبور والمصروف اللي كيعطي الولاد وكيعطيه لبنته كيعطيه ليا حتى انا. قالوا ليا باش نبقى نمشي للجامعه مع بنتهم وهما غادي يعيطوا على والديا باش انهم يطمئنوهم باللي راني في ايادي امنه وبلي انهم ناس مسدينين ولا ما غير ذلك وبلي غادي نبقى معاهم حتى نسالي قريتي. ما نوصفش لكم الفرحه اللي حسيت بها هذاك النهار. وهاد الناس تبارك الله كانوا ناس ميسورين كنعيا ما نرغبهم باش انا نعاونهم غير فشي حاجه بسيطه ديال الدار والو. تيقولوا ليا انت قابله قريتك بحالك بحال بنتنا. المهم دوزت معاهم بزاف ديال الخير اللي ما نقدرش ننكرو. عام عمرني زديت كاس هو التالي الخير اللي شفت عندهم ما شفتوش من عند خالتي. وعمرهم خرجوا معايا العيب هادوك الناس بزاف. وخا نعيا ما نعاود لكم الله يجعل مولانا يكتب لهم داك الخير اللي صرفوه معايا في ميزان حسناتهم. المهم في هذاك العام ما نجحتش انا وبنتهم حيت كانت القرايه صعيبه بزاف. وخا درنا مجهودنا ما شابش الله غادي نعاود العام الثاني مره اخرى والو. انا في هذا الوقت بالذات فقدت الامل غادي نستسلم وغادي نقول افلانه هذا الشيء راه ماشي ديالك. وبديت كنوجد باش انني ندخل المغرب على اساس ندير شي تكوين شي حاجه على قدي ونصبر حتى يسهل الله. فعلا هزيت حوايجي قلت لهم بسلامه ومشيت. ماما بدات كتقول لي عافاك غير صبري وما يمكنش تدخلي بمره وراكي شفتي عطيت معاك دم جوفي ودرت المستحيل وهذه وهذه وانا بغيتك ترجعي وراسي يقولوا بلي انه بنت فلانه ما في يديهاش وهذه وانا راكي عارفاني ما غاديش نرضى قدامهم. المهم قنعاتني في الاخر بديت كنسول راسي شنو ندير شنو ندير. قلت اجي نبدل الشعبه وداكشي اللي درت. وانا في الصيف في المغرب بديت كندفع للجامعات وغادي نتقبل في واحد الجامعه في واحد المدينه بعيد على ديك اللي كنت فيها. ماما من جد غادي تعطيني قدر من الفلوس باش انني نهز به راسي بيد ما دبرت على خدمه. المهم جيت مشيت كريت اول سيمانه غادي نبدا القرايه. في ديك الوقت غادي نتعرف على واحد الدري في واحد الاجتماع في يوم رمضان متدين ودخل سوق راسو والادب بلا ما نشرح لكم. المهم جا الويكاند وانا عايشه غير في قمه الفراغ. هو يدوي ليا وقال ليا نجي عندك للدار. ما عرفتش كيفاش تغريت وقبلت بلي انه يجي عندي. ما عرفتش علما انني متحجبه وانسانه محترمه فعلا قولا ومظهرا. المهم جا عندي في واحد اللحظه غادي نمشي نتعزل ونسد عليا ونبدا تنبكي تنبكي من اعماق قلبي ونشوف راسي في المرايه ونسول راسي كيفاش وصلت لهذه الدرجه نقبل على هذا الوضع نقبل على عزري يجي يجلس في داري وغير بوحدنا. كيفاش غادي نشوف والديا وشنو قيمه هذا الحجاب اللي دايره فوق راسي علما انه كانت عندي 19 عام. غادي يسمعني تنبكي ويجي لعندي ويبسط لي الامر ويقول لي بلي هادشي راه عادي المهم غادي ياكل لي دماغي مزيان. وهنا غادي نطيح فيما حرمه الله علما بلي انه بلحيتو وفمو ما كيخطاش الدين. عجيب سبحان الله كاين واحد النوع لي عزيز عليه انه يتخبى من وراء الدين. المهم كاين تفاصيل واحده اخرى لا داعي لذكرها. لغد لي غادي يجيني تأنيب ضمير كبير اسبوع كله دوزت بكا الجامعه مره نمشي مره ما نمشيش. من بعد اسبوع غادي نتلاقى بواحد البنت مغربيه غادي نتصاحب معها وغادي نعود ليها غير السطح ديال المشكل على اساس انني تفرقت مع واحد الانسان عزيز على قلبي. المهم كانت تعاوني وتشجعني باش انني نحضر الدروس حتى غيجي واحد النهار ونوض من بلاصتي في القسم ونمشي نجري للحمام ونبدا كنضرب في راسي ونبكي ونغوت وانا نسخف. واش اللي جاني ماشي حيتاش في بالي خنت والديا ولاش غادي يقول المجتمع ولكن حيتاش كنت كنحس براسي انسانه غير صالحه وفاسده. كان المشكل مع كيفاش وليت كنشوف راسي. المهم غادي يعيطوا على الاسعافات ويدوني المصحه النفسيه وغادي يخليوني فيها زوج اسابيع حتى نبرا.
ايوا بحكم انني في دوله اوروبيه راكم عارفين الطبيب النفسي اللي كنشوفو ما كيتفهمش الحاله ديالي وتيقول لي بلي راه عادي وكاع البنات كيدوزوا من هاد المراحل. هادشي راجع لانهم ماشي مسلمين وما غاديش يفهموا هاد النقطه. هما كيحاولوا يربطوا الامور بالمشاعر ديال الحب وصاف. المهم انا حالتي تجهدات حيت لقيت راسي فوز داك العالم وعمروني بدويات نتاع مضادات الاكتئاب. من بعد اسبوعين غنمشي للدار وانا هزه معايا الورقه اولا لوردونونس نتاع الدويات وهما اللي كنت كنعس بهم وكنت كننسى وكانوا تيخدروني. المهم رجعت لقرايتي حيدت الحجاب حيت وليت كنشوف راسي بلي انني انسانه منافقه. كاين واحد الصوت داخلي ديما تيوسوس ليا في ودني انت دايره زبله قداش وكتخرجي قدام الناس دايره الزيف ولابسه الطويل. المهم غير حيدي داكشي اللي فوق راسك. حيدت الحجاب وليت نلبس عادي. سال العام نجحت واخيرا وسالو مع الفلوس قررت نقلب على خدمه حيت الصيف دا غنمشي لواحد المدينه كبيره عند واحد العائله باش انني نقابل لهم ولادهم. وليت نتلاقى بناس ونتعرف عليهم. المهم حتى خرجت راسي من داك الاكتئاب بديت القرايه وهداك خينا غادي يرجع عاوتاني ويدير محاولات كثيره باش انه يجدد علاقته معايا. فعلا قررت باش نتلقى به وبقى عليا انا ناوي المعقول انا هادي غير صبري معايا شويه. المهم غادي نعاود نغلط وزيد عليها ما غاديش ننجح وقررت باش انني نتراجع ونخدم ونديها في راسي. غادي يدوزوا عليا احداث كثار اللي غادي يخلوني انني ما نبقاش انسانانيه وبلي انني خصني نكون واعيه بشنو كيوقع. وهنا فين غادي نطيح فخ اخر غادي نختار صحبه طالحه اللي غادي تعوجني. المهم كل هاد الاحداث اختصارها انه غادي يجي واحد النهار ونوض نتوضا ونصلي ونقرا سوره التوبه ونتوجه لربي ونطلبو بلي انه يغفر ليا على كاع الاخطاء اللي درت وعدت مولانا باش انني عمرني نعاود نفس الاغلاط وخصوصا الزنا. شهر وانا غير كنصلي وكنقرا القران. ربي غادي يسهل ليا في خدمه واعره والسالير مضروب في 4 ديال المرات. غادي نخدم ونتقاتل مع القرايه ودخلوني الفلوس مزيان وليت عايشه في مستوى عالي ولكن حلالا طيبا. وليت نشري اي حاجه غاليه وكنتشهاها وليت نسافر. حاجه وحده اللي ما كنتش كنديرها هي ما كنتش كنعاون حتى حد من عائلتي حيت ما قدرتش ننسى داكشي اللي دوزوا عليا بحال بقيت حاقده. المهم غادي ننجح واخيرا مره اخرى. وهنا فين غادي تبدا حكايتي مع النهار المشؤوم اللي غيقلب لي حياتي. ويا ريت لو كان يرجع بيا الزمان اللور. كان عندي واحد الصديق في الفيسبوك اللي كيدخلني بالزواج وداك الكلام غادي نجي من الاخر وغادي نقول ليه غير نسى هذا الموضوع بلا ما دير به الباب. خليني محترمه كصديق. وانا خدامه واحد النهار حتى 11 ديال الليل غادي يعيط ليا ويقول ليا راه حنا جالسين في واحد القهوه حدا الخدمه ديالك وكانوا هما شويه بزاف. المهم هما تلام نتاع هذيك المدينه اللي دايرين واحد الجروب في واحد موقع التواصل ومره مره كيتجمعوا في القهوه. فعلا لقيت راسي باقي ما عييت ومشيت على رجلي لعندهم. لقيت واحد البنت كنعرفها وجلست حداها وبدينا كنتعرفوا ومن بيناتهم كان واحد زوج دراري خوت تقولي غير توام من واحد الدوله عربيه وواحد فيهم اللي هو الكبير كان تيقرا في نفس الجامعه اللي كنت انا فيها. المهم واحد نص ساعه ونط غدا في حالي خديت طاكسي ومشيت. بقيت هكا الخدمه القرايه ومرتاحه حتى غنسالي العام وزيد عليه عام اخر. المهم كل شيء هو هذاك الى انه غادي تلاقيني الوقت من بعد مع هذوك الخوت وغادي يدوزوا احداث كثيره وهذاك خو الصغير غادي يبغي يتحرش بيا وغادي يعتذر مني الاخ الكبير ديالو ويعترف ليا بالمشاعر ديالو تجاهي. غادي نتجاهلو ولكن غادي نخلي ما بيناتنا واحد العلاقه نتاع الصداقه. من بعد غادي نسافر غادي يدوي لي هذا الاخ الكبير ويقول لي راه هو في السبيطار وبلي انه غادي يحيد شي كلوه. المهم غادي يلعب لي على المشاعر ديالي مزيان واي حاجه قالها كانت ثقه. وهنا غادي يبدا العد التنازلي غادي نرجع في حالي وغادي نوصل للبلاد مع 6 ديال الصباح وانا عيانه مفضيه. اول حاجه درت نحس ما فاق حتى 6 ديال العشيه. من بعد فقت وعيطت ليه سولته فينك وقلت ليه باش نتلاقاو وربي شاهد عليا بلي انني ما نويت حتى شي حاجه خايبه ركزوا معايا باش تفهموا. وصلت لعندو تحت الدار على اساس انني نطرقو باش نخرجوا مجموعين. ها هو هابط عندي بالصنداله ديال الميكا كنقول له منين تكرات تعطلنا قال لي طلعي راه صاحبتك كاينه الفوق. فعلا طلعت ولكن ما لقيت حتى شي حد. بديت كنقول ليه سر بين خرجوا حيت انا ما جايه باش نجلس في الدار يا ما اخره غادي ندوي مع ديك صاحبتي اللي قال لي راه كاينه. قلت ليها واش بصح كنتي هنا قالت لي لا وطلبتها باش انها تجي قالت لي راه جايه وفي الطريق. وعلى نيتي بقيت كنتسناها هو يجيب لي عصير في واحد الكرتونه كضيافه وكان شبه عامر.
جلس كنشرب عادي وانا كنتسنى في صاحبتي باش انها تجي تخلط علينا، وهو في ديك الوقت كيدخل في 50,000 موضوع. انا مباشرة وفي نفس الوقت شد التليفون كندوي مع صاحبتي اللي كتقول لي انا وصلت هنا وانا هنا ومتيقاها، حتى لواحد شوية ما غنبقاش نعقل على راسي، فقط ولقيت راسي في واحد الحالة ما نبغيهاش العدوية. المهم تبارك الله راكم نتوما واعيين كملوا من عقلكم. تيقول لي سيري فحال اختي راه جايه دابا عندي. انا ما فاهمه والو وما قدرتش نستوعب هذا الشيء اللي واقع والحاله اللي لقيت فيها راسي. السيد كنشوف في عينيه كيترعد، وهنا تاكدت باللي انه كاينه شي مصيبه عمق من هذا الشيء وكيتسنى غير فوقاش نمشي. تنقول مستحيل هذا الشيء يكون كله نعاس، مستحيل. كيفاش درت لهنا يلا ضرب نعسى من 10 ديال الصباح ل 6 ديال العشيه ونجي نضرب عنده 8 ديال السوايع وحدا اخر بلا ما نعيق بحتى شي حاجه ولا نحس؟ راه ما يمكنش واخا نكون كنموت. المهم كانت 3 ديال الصباح، هبطت ومن ظهري غادي نلقى واحد الطاكسي حدا باب العماره، ركبت فيها وصلتني للدار. دخلت جلست وبديت كنحلل كيفاش واش وقع. غادي صيفط ليها ميساج واش وصلتي؟ قلت ليه اه. قلت ليه قولي اش نطرة؟ قال لي كوني هانيه حتى شي حاجه. ليومنا هذا دازت على هاد الحادثه تقريبا 3 سنين ونص 4 سنين وانا كنحاول نتفكر والو. فهاد الوقت انا غلطت حيت كان خصني انني نمشي ندير شكايه واجراءات وحده اخرين، ومن هاد المنبر اي وحده وقع لها بحالي ما تمشيش للدار، تمشي عند البوليس. المهم دخلت لفراشي غادي نهز الفاني ديال النعاس وغادي نشرب وغادي نخبر بالسوايع. من بعد كضربني الفيقه نتاع نهار نهار نص، نعاود نشرب وحده اخرى حتى كيفيقني الجوع. وكان واحد الشكاط حدا راسي كنهز شي وحده ولا جوج ومع الماء وشي فينيدا ونعاود مشيت. بقيت على ديك الحاله لمده 2 سيمانات. جا الوقت فاش غادي نفيق لحقاش سالا ليا الدواء، وهداك الدواء كان خصني باش انني نمشي عند البسيكياتر باش انه يكتب ليا شي واحد بحالو باش نقدر نشريه، وفداك الوقت ما كانش ممكن. قرايتي ما رجعتش ليها. تليفوني غادي نلقى فيه دي زوجو اللي كان عاير فيهم الصحاب العائله. كارثه كارثه. كيفاش وقع هادشي؟ ما عرفت والو وما عقلت على حتى حاجه. بقيت مصدومه. مشيت للجامعه فاش غادي نقول لكم لقيت الامتحانات بقيت ليهم شهر ما موجده ما عارفه والو. تقولوا جابوا شي انسان واحد اخر. شي دا جيت نوصف لكم الشعور ديالي ديك الوقت بحال كنت في قاع البير ولما كتخرج كتلقى عالم واحد اخر قدامك والشمت اللي غادي نكتشف هي من بعد. فاش وقع ليا داكشي كيف قلت لكم كان خاصني نمشي للكوميساريه، ولكن انا مشيت للدار ونعست 2 سيمانات حتى اللي عطى الله عطاه وطرى اللي طرى. صحاباتي شبعتهم معيار وسديت على كلشي وبقيت جالسه بيني وبين راسي. قلت اجي عاوتاني نقلب على حياه جديده ونسى شنو وقع ونفوت هادشي كامل. ولكن المشكل ماشي هنا، المشكل في احساسي اللي كان تيقول لي راه شي كارثه كبيره جاياك. واحد النهار وانا واقفه في الشرجم تيقول لي راسي راك صافي وصلتي المحطه الاخيره غير لوحي راسك من هنا. كلشي ولا يبان ليا كحل، الظلام ما بقاش الامل. انا من العين اللي ما كنتش نقدر نهزها في ذكر، انا بحجابي وحوايجي ما كيبينوش الفورمه ديالي، انا والايمان ديالي كلشي مشى. هزيت راسي في السماء وتنقول اكيد في وسط هادشي كله كاينه شي حاجه زوينه، كاين شي بصيص امل، ما يمكنش ربي ياذيني، اكيد اكيد كاين امل. بقيت غير كنبرد على راسي. واحد النهار كنفيق الصباح غادي نلقى راسي عندي واحد المشكل في الدوره الشهريه. انا عند بالي راه مع التعب والارهاق وداكشي اللي داز عليا قلت راه عادي، ما خليت قرفه ما خليت زعتر ما خليت عشوب اللي كيسخنوا باش انني نتهدن والو. قلت بلاتي نصبر واحد شويه. واحد اليامات فقط قال لي راسي واحساسي والو غادي تمشي للفارماسي تشري التيست نتاع الحمل. درتو وراكم عارفين الجواب غادي نتلقاه ايجابي. وتما فين كملات وانا في فتره ديال امتحانات وكيبان لي شحال من واحد بدا معايا القرايه والي بشحال فاتوني، وانا باقيه غير غدا وكنرجع للور. كنقول مع راسي واش غتبقاي هكا حتى ترجعي لداركم؟ تقلبات بيا الدنيا، ضقت وتخنقت. لمن غادي نقول؟ على من غادي نخوي؟ وشنو ندير؟ واش نقتل روح؟ مشيت للطبيب نشوف شنو كاين. مشيت واول حاجه غنسمع هي الدقات نتاع الجنين. خديت قرار بلا ما نفكر بلي من المستحيل انا نحيد هذا الروح. غادي نتقاتل وندير اللي كان غير باش نخليه ونعيشو. غنرجع للدار ونعيط لكل وحده نسات عندي حوايجها وغادي نقول لها جيت ديهم، اللي كتسالني شي حاجه عطيتها ليها اللي كانت سالها خديتها منها. المهم سديت الباب ديال الصحابات واللي يجي منهم وديال اي بشر. حيدت نمرتي وبقيت بلا بها
وخدامه غير بالواتساب، بقيت مكتئبه في الدار، بقيت بوحدي وغادي نخدم خدمه واحده اخرى. هاد المره مشيت كنسربي في واحد القهوه لمده شهر بيد ما جمعت شي صريف. ايام دازو عليا صعاب بزاف وانا غير بوحدي. بعد مرات كيجيني شي وجع تنقول يا ريت كون طاح هادشي اللي في كرشي، ما غاديش نتقلق اذا ربي حيدو ليا، ولكن انا ما نقدرش ناذيه. بقيت بحال هكا دازو الشهور ولدابا ما قدرتش نقولها لهذاك مول الفعله. امتنان فاش وصلت في هاد المرحله من القصه اللي كانت كتعاود ليا، كتبقى ساكته مده من الزمن وكتقول ليا الله على هاد الهضره وشحال ثقيله على قلبي، كميه الحزن والالم اللي كترجمو في صوتها امتنان كان الله معاها. المهم دازو شهوره وديما تنقول ربي غادي يدير شي خير، وانا ما عنديش فلوس وما بقاتش عندي خدمه، ولكن في هذا الشيء الزوين ربي كان تيجيب لي رزقي من غير لا احتسب. بقيت هكاك وطورت علاقتي مع الجنين اللي في كرشي، وليت ندوي معاه وليت نبغيه كيف هو، وليت نحس بيه كيتحرك معايا. سبحان الله كنت ديما كنحلم به. من بعد غادي نعرف بلي عندي ولد وغادي نتقرب من الله ونقرا القران. المهم كنت كنحاول واخا كنت غارقه في الاكتئاب. وانا تنقرا في سوره البقره ما غادي نطيح غير في واحد الايه اللي كتقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. حسيت بها بحال شي رساله الهيه، وانا نقول مع راسي اجي نشوف هاد خينا فين وصل. بديت نقلب عليه في لي ريزو سوسيو وفهمت بلي هذاك الكبير مشى فحال لبلادو وهذاك الصغير كان باقي وكان عنده العام الاخر. كنقول امتنان بلاتي نتسنى هاد خونا يرجع فحالو باش ما يشوهنيش، ونهضر مع الاخ الكبير ونقول ليه شنو كاين. نهار ديال العيد من بعد رمضان غادي نكتب ليه شنو كاين وشنو كاين، وهنا غادي تكون صدمه من العيار الثقيل. عرفتي شنو قال ليا؟ قال ليا انا اصلا ما كنولدش وطلقت ثلاثه ديال المرات على المشكل ديال هاد الاولاد، ودابا سيري قلبي على راسك. كنقول ليه واش من نيتك؟ انا راه غير كنشارك معاك هذا الامر حيت واجب عليك تعرفه، اما انا من سابع المستحيلات نقبل بيك ولا نقبل انني نقسم ولدي معاك. قال لي واحد الكلمه ما فهمتهاش ديك الساعه، تزيدت انا وياه في الهضره وجبت ليه خوف الموضوع، وهو يقول لي بعدا خويا ما خلاهاش في خاطره، ما فهمتهاش وما ركزتش عليها. قطعت عليه وما ادتنيش هضرته ولا حقلاش بردت من شي حاجه انني نتأذى من شي انسان، بلوكيتو. ونذكركم لدابا عائلتي راه ما فرصه حتى شي حاجه، اصلا علاقتي بيني وبين ماما ماشي شي ام مع بنتها نتاع نتسولوا في بعضياتنا قبل ما نعسوا شي يسول في شي، لا. المهم دازت الوقت ويومين قبل ما نولد ماما غادي تدوي ليا وغتقول لي انا في الحج، قالت لي غادي نصيفط لك واحد الامانه خديها. غادي تصيفط لي فلوس، فرحت ومشيت كنشري بها الحوايج للبيبي، علما انه ما كانش عندي اش نلبس ليه وما عنديش الريال. تنقول يا ربي غير شي واحد يعطيني حوايج وليداتو. من بعد يومين غادي نولد، بيني وبين راسي كاين خطاب تنقول ربي سترني وحطني هنايا تحت ما سيق لي الخبر. انا دابا غادي نرضى بهذا الشيء، واول مره غادي ناخذ قرار باش انني نخلي ولدي معايا وما غنعطيه حتى شي حد. غادي نشوف عينيه وفرمشه عين كل شيء غادي يتبدل عليا. ولدي ما عذبني في حمالته ولا ولادته، سبحان الله كان بحال شي شعره خرجتيها من العجينه. كنشوف فيه وتنقول راه ما يمكنش كيف كنت كنحلم به كيف هو دابا. الليل كله انا شداه، واذا هزوه ليا تنغوت ليهم ونقول ليهم جيبوه ليا. تما عرفت بلي مستحيل نتفرق معاه. كانت عندي ديك الساعه 23 سنه، بداو تيعلموني كيفاش نتعامل معاه، ما لقيت حتى حد في جنبي. وحنا في موسم الحج كيف قلت لكم قبيله غادي نزعم وغادي ندوي لماما، غادي نقول ليها بلي بغيت نقول لك واحد الحاجه وخلي ايمانك بالله قوي. قالت لي شنو كاين؟ صيفط لها التصويره ديالو، بدات كتبكي وعيطت لي وقالت لي انا حدا الكعبه وهذه اخر طوفه ليا. بقات مسكينه كتبكي كتبكي وقالت لي ما يمكنش ولكن دابا غادي نتوادعوا. وانا في هذا المقام حيت هذه المصيبه اللي درتي مستحيل باش انك ترجعي للدار. مسكينه كانت كتبكي وكتدعي معايا وقطعات عليا. انا صافي هزيت ولدي ومشيت شريت ليه الفراش اللي خاصو الى ما ذلك. عاونتني ماما ماديا وما قدرت تقول بابا والو ولا حتى لخوتي، انا قلت لخواتاتي البنات. داك العام ما قريتش، بقيت مقابله غير هو. من بعد عام غادي نخدم وجبت واحد السيده كتقابلو ليا في الدار بالنار، واخا صغير كنت نحس بيه بلي انه ديما تيفهمني وحاس بيا. في حياتنا كاينه غير انا ليه وهو ليا. ولدي بدا تيكبر والملامح نتاع وجهه تقولي غير داك الاخ الصغير نتاع هذاك المعلوم، ولكن ما
ما ديت وما جبش، حيتاش فراسي باللي انه ما عندي به علاقه، واخا شي عليا خوه عند كاع دوك اللي كانوا تيقراو في نفس الجامعه باللي عندي ولد وراه ماشي معاه وكنسبيها فيه. وهذا الشيء خلى شي وحدين باش انهم يبغيو يتاكدوا من هذا الخبر ويبداو يصيفطوا لي ميساج ويقلقوني واش هادشي بصح ولا لا. حتى لواحد النهار غادي نصيفط ليه رساله اللي غادي نقول ليه فيها باش انه يعطيني اتساع وما يبقاش يدوي فيا. غادي يخرج معايا العيب ويهددني. وطحت عليا واحد الفكره جهنميه، مشيت درت واحد الكونت في واحد الموقع تاع التواصل وحطيت فيه السميه ديال ولدي وحداها الكنيه ديال عائلته، وغادي ندخل عائلته كلها. ديك الساعه بدا تيعيط ويرغب ويزاوق ندير لك اللي بغيتي. هادشي كامله حيتاش قررت باش انني ندير لادين باش ناكد ليه باللي هذاك راه ولده، باش نربيه على هاد الشهاد اللي شوهني فين ما مشيت واخا كانت عن بعد. بديك الخلعه غادي يمشي عند المحامي ديالو وغادي يدوي ليا المحامي ديالو ويقول ليا بلي انه هاد الشخص راه تيحلف ليا بلي راه ماشي ولده وانتي باغا تلصقي فيه. حتى انا اكدت ليه بلي انه راه غير هو اللي كنعرف. انا دابا راني انسان طالب بالحقوق ديال ولدي وكنطالب بلا دي ان. غادي يصيفط ليا واحد الورقه وغادي يقول ليا هاكي ترجميها وسينيها وصيفطيها للوزاره الخارجيه. غادي نهزها ونديها لواحد الجزائري باش انه يترجمها ليا. غادي يشوفها وغادي يقول ليا سمحي ليا غادي ندخل معاك، لمن باغا تصيفط هذه الورقه؟ قلت ليه راه واحد المحامي صيفط لي هذه الوكاله باش هذه وهذه وهذه. عاودت له القصه قال لي اسمعي يا بنتي، راكي بنتي ليا ما فاهمه والو وغادي نجيك من الاخر. شتي الورقه هذه ديال الا هزها شي واحد غيقدر يحفر فيها واحد الحفره كبيره ويرمك فيها ويردمك فيها بالحرف. قال لي شتي هذه الورقه اذا بغيتي تغرقي راسك مدى الحياه، راه فيا ما ناخذ من عندك فلوس ونترجم عليك ونقول لك بسلامه، ولكن انا تنقول لك هذا الشيء حيت كنشوف فيك بحال بنتي وبنتي اللي راكي غشيمه. شديت ديك الورقه خليتها عندي وبديت كنقلب على مختبر كيدير لاديان بدون اذن من الحكومه. خديت لاديان ديال ولدي حطيته في احد مواقع التواصل اللي سجلت به ولدي وصيفطته لعائلته لكاع دوك اللي عندهم نفس الكنيه معاه وسديت عليهم. عيط ليا تيبكي وتيحلف بلي ماشي ولده ولكن مبقاش يدوي كتر. قلت بلي انه راه كاينه شي حاجه وانا ما فراسيش. جات كورونا كلشي سد وبقيت في الدار ساده عليا، رجعت ربي كنطلب وياخذ ليا الحق حيت حسيت بلي انني تغدرت. راه فعلا تغدرت وانا ما عارفاش الحقيقه مازال. قلت اجي نختم القران وفعلا 3 ايام غادي نختمه وغادي نعس وغادي نفيق وغادي نلقى ربي حط ليا في احساسي بلي هذا الشيء اللي غادي نقول لكم دابا. انه ديك الليله كان معاه خوه الصغير باش ينتقم مني حيت شرفته، حيت ولدي طبق الاصل نتاع خوه. كنهز التصاور نتاع هذاك ونقارنهم مع نتاع ولدي، راه ما يمكنش التفاصيل كيفاش منطبقين. وفهمت شنو طرا وتيقول لك القانون لا يحمي المغفلين. اذا مشيت عند القاضي شنو غادي نقول ليه؟ بلي من بعد عام ونص عاد فهم شنو وقع ليا. قررت نصبر ونخبي سري عندي، تقولبت تقوليبه ديال العمر وتغدرت غدره ديال الحياه. ولدي هو تيكبر وهو عاد ما كيزيد يشبه الخوه الصغير. ليومنا هذا كنتمنى الله يبين لي الحقيقه وكنتمنى هذا الشخص اللي كيحلف بالكعبه وبمولانا وهو ما صادقش باش انه ربي يبين لي شي علامه. انا ولدي كنبغيه وحتى شي حاجه ما تبدلات جهته حيتاش انا وياه ضحيه غدر. انا دابا رجعت لقرايتي ولخدمتي ولدي قرب يكمل 3 سنين. كنامل بعداله وحده فوق هاد الارض واللي هي العداله الالهيه. انا براسي وما متيقاش هاد الخطه الجهنميه الشيطانيه كيفاش تقدر تطيح على راس مسلم، ولكن الله كبير هو اللي شاء باش انه ينفخ روح في الرحم ديالي باش يبين لي الغدره اللي تغدرت وباش نتعلم ونبقى قريبه منه. فهمت بلي انه لا مفر منه الا اليه. صدقوني اذا قلت لكم وليت نبغي مولانا اكثر من اي حاجه وكنبغي ولدي حيت وضح لي بزاف ديال الخبايا. وليت نعرف شكون معايا وشكون ضدي. ولدي اللي تيبغيني وكنبغيه بلا شروط. ما وليتش كنامن بالصداقه الحمد لله. على كل حال دابا ما كنتمناش لهم شي مضر وما كنتمناش هادشي اللي داروا ليا وبيا لشي حد منهم ولا لعائلتهم. الحقيقه مازال ما بغاش يبوح ليا بها. والحاجه اللي ما كتبغيش كل نهار على راسي هي ولدي. شاش نقول اذا سولني؟ كنبرد على راسي بلي كيف ما كنتش مستعده انني نكون ام وربي خلاني باش انني نكون احسن ام لولدي غادي يدبر ليا في المستقبل وانا عندي حسن الظن به وحاشا واش غادي يخيبني. عمرني غلط في حياتي، عمرني غنعطي فرصه نقرب من شي شخص، وعمرني نعطي فرصه لشي رفقه سيئه. همي هو خدمتي قرايتي اللي رجعت ليها ونكبر ولدي ونكون احسن نسخه مني كأم وكإنسانه وهذا ما كان. اما بالنسبه لماما فما قدرتش تستوعب الصدمه. واحد اليامات كانت كتسول على ولدي ولكن مرضات بزاف بهذا الشيء وقالت لاختي بلي انها ما بقاتش باغا تعرف عليا شي حاجه. ماما كان بغيها
ومهما وقع ومهما صار كنتمنى انه مولانا يحنن قلبها عليا ويطول ليها في العمر ونشوفها اذا جيت المغرب. اما بابا فراسو غير بلي كنقرا وكنخدم. نزيدكم نقطه واحده اخرى، غادي نهبش مؤخرا وغادي نلقى بلي الاخ الصغير نتاع هذا اللي قال لي ما كيولدش غادي يتزاد عنده واحد البنيته، وسبحان الله كيفاش كتشبه لولدي غير هو ولكن لابس الغوص. لاي وحده متابعاني غلطات او ظلمها شي حد وكتب ليها الله روح فيها، اياك واياك واياك انك تقربي لحدود الله، اياك تغرك الدنيا وتفكري تقتليها. فكري غير يوم الحساب اللي فيه ما غاديش تقولي جيراني عائلتي ولا امي، تفكري بلي انت المسؤوله الوحيده وماشي انت الاولى والاخيره. الدنيا عامره بالافات، اي وحده تقدر تطيح في هذا الشيء وكل حاجه من مورا خير كبير. ما تثقوش لا في صحاب ولا في غيرهم، ما تشربوش اي حاجه تعطات لكم، ما تدخلوش لديور صحابكم. نيتي خلاتني نمشي نواسي صديق ديالي حيت سمعته مريض، صدق دوخني بشي عجب في كارطونة ديال العصير وبنى ليا فخ هو وخوه. وهذه هي كانت قصة حلقتنا اليوم، قصة طويلة عامرة بالأحداث اللي كيألموا كيضروا في الخاطر. يا متابعين يا كرام تيقوني إذا قلت لكم هذه القصة، هذه أسبوع وأنا خدامة عليها، أثرت فيا لدرجة كبيرة وفما مشيت كنشوفها. قصة ماشي سهلة، وكيف ما لاحظتوا راني شاركت معكم بزاف الحكايات، وكل حكاية والمأساة ديالها وكل حكاية والمشاعر ديالها، ولكن هذه الحكاية مشاعر أثرت عليا. لا إله إلا الله. ما تنسوش كدائما وأبدا إذا كنتوا جداد في القناة مرحبا بكم، إذا كنتوا من أهل الدار فمرحبا بكم، ما تنسونيش من الدعم. نقول لكم سلام سلام.